هل تعلم أن صلاتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكون سبباً لأن يعرض اسمك أنت بين يديه عليه الصلاة والسلام؟ فأكثر من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده، ويقينا لا شك بعده، وإخلاصا لا رياء بعده. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب.